نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية لمليارين و400 مليون دولار خلال 7 أشهر من العام الجاري. الإسكان تستعد لطرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة ب14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج. التاسعة بتوقيت جرينتش، 10 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بحضرتكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس التي تستضيفها جنوب أفريقيا. ويبحث قادة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة التي تمثل نحو ربع ثروة العالم توسيع نفوذ التكتل والدفع باتجاه تحول في السياسات العالمية. ويستضيف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا كلا من الرئيس الصيني شي جين بانغ ورئيس الوزراء الهندية ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في القمة السنوية للتكتل. ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو، ويحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدلا منه. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ إيمان، وأهلا بالسادة مشاهدينا على قناة دي إم سي. أولا، ما هي الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة البريكس، وكيف ستؤثر الظروف العالمية الراهنة على أعمال هذه القمة وعلى الأجندة التي سيتم طرحها خلال القمة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتي ربما كانت من أوائل تبعاتي عدم مشاركة الرئيس الروسي بنفسه في هذه القمة بشكل مباشر؟ طبعا بداية طبعا نرحب بوجود دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نائبا عن السيد رئيس الجمهورية للمشاركة في قمة البريكس اليوم في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا تحت عنوان البريكس وأفريقيا، شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل. طبعا هذا المؤتمر يعد مؤتمر ومنطقة دولي لرؤساء العالم، خاصة لما يمثله من تجمع الأكبر دول في العالم في معدات النمو زي الصين على سبيل المثال والهند وروسيا والبرازيل، ومشاركة دول عديدة من كل دول العالم خاصة من القارة الأفريقية. دولة السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يشارك اليوم نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، وسوف يبدأ اليوم بمائدة عشاء يجهزها لهم رئيس دولة جنوب أفريقيا للوفود المشاركة، ثم يلقي يتفضل بإلقاء كلمة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية في جلسة رفيعة المستوى غدا. هذا المنتدى يعد خطوة إيجابية جدا لتحول مستقبل الدول الأفريقية في مجال التجارة والصناعة،
قمه زي بريكس، طبعا مجموعه دول بريكس تكتسب مزيد طبعا من الزخم والاهتمام في الدول في ظل التغيرات الاقتصاديه طبعا والسياسيه العالميه المتزايده خلال الفتره الاخيره، خاصه الحرب الروسيه الاوكرانيه. طبعا تجمع قمه البريكس ليه اهميه كبيره، لانه بيضم جنوب افريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا، وابدت 22 دوله منهم مصر اهتمام لتصبح عضوة. مصر على سبيل المثال بدأت تنضم للبريكس باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وترغب في ذلك لزيادة معدات الربح التجاري والاستثماري المشتركة. وكشف السيد السفير الروسي بالقاهرة بورسونكو عن تقدم مصر بطلب إلى بريكس قائد طبعا، وقال فيه مصر طبعا مرحب بها للانضمام إلى هذا التجمع الكبير. وايضا رئيس الصين مرحب جدا بوجود مصر وجنوب افريقيا ايضا. قمه بريكس قمه اقتصاديه كبيره العالم كله بينتظرها، لانها من اهم التجمعات الاقتصاديه على مستوى العالم، وبتمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي و26% كما تفضلت دكتور احمد. مجموعه بريكس بتمثل 30% من الاقتصاد العالمي. توسيع هذا التجمع إلى أي مدى يمكن أن يعني عكس أيضا بالإيجاب على حجم ما يمكن أن يمثله بالنسبة للاقتصاد العالمي؟ طبعا يا فندم، دي هنحاجز بالإجابة على حجم الاقتصاد العالمي، لأن هي بتمثل 43% من سكان العالم، وبتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب على مستوى العالم، فده تجمع كبير جدا. بالإضافة إلى أن هذا التجمع بيدرس في هذه القمة عمل أو تكوين عملة جديدة اسمها عملة البريكس يتعامل بها الدول المشاركين، ودي هتخفف من الضغط على الدولار. عشان كده يمكن مصر بتجد في انضمامها الى هذه القمه اهميه كبيره. يمكن لو رجعنا لشهر يونيو الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشارك في جلسه رفيعه المستوى للتنميه العالميه بقمه بريكس بدعم الرئيس الصيني، وكان في هذه كانت مشاركته طبعا كانت مشاركه بناءه، ويمكن هي دي السبب اللي خلت رئيس الوزراء النهارده كمان يكون موجود عشان ياكد انضمام مصر الى هذه القمه. الانضمام للبريكس بيحمل فرص كبيره لزياده معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين مصر والدول الاعضاء، فضلا عن اهميه الوجود وسط تكتل يحمل المصالح السياسيه يحمل المصالح السياسيه والاقتصاديه للدوله المصريه، ويضيف مزيدا من التعاون وتبادل الخبرات. وطبعا اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحليه او بعملات غير الدولار الامريكي بتحتاج اليه مصر في هذه الفتره بالتأكيد. خاصه في ظل ازمه العملات. شكرا مصر جزيلا، عضو في بنك التنميه التابع لبريكس. شكرا دكتور احمد خطاب الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن قطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة للغاز الطبيعي المسال وناقلة البترول التي تليها خلال التوقفات المفاجئ بالمجرى الملاحي بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر. قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن المشاركين في الحوار تعودوا على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار. وأضاف رشوان أن جلسات الحوار الوطني شهدت تكافؤ فرص، وجرى تفريغ كل جلسة في ملف كامل للخروج بتوصيات مجلس الأمناء. وأشار إلى أن الحوار الوطني لم ينتهي بعد، وأن هناك بعض القضايا لم تناقش، وأن الذي انتهى هو المرحلة الأولى فقط برفع هذه التوصيات، لافتا إلى أن الحوار سيكون مستمرا في جلساته العامة الأيام القادمة. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 بنحو 10% لتبلغ 2,492,000,000 دولار، مقارنة بنحو 2,271,000,000 دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يوليو بنسبة 14% لتبلغ 231 مليون دولار مقارنة بنحو 290 مليون دولار في يوليو 2022. وأضاف أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى يوليو بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق هي الكابلات والصناعات الكهربائية والإلكترونية ووسائل النقل وأدوات المائدة والمطبخ والآلات والمعدات، فضلا عن منتجات تشغيل المعادن. أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديدة عن بدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للسادة المنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع من فئة صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضي المخصصة لهم. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعي الريف المصري الجديد والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان تأتي استكمالا للمبادرات التي تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضي قدما في إتمام عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم. ودعت الشركة المستوفين للشروط والراغبين في الانتفاع بهذا الحافز التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضحين المنطقة التي تقع بها مشروعاتهم ونوع التعاقد والمساحة المزروعة. تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ فعاليات مبادرة خطى لتوفير المساعدات لذوي الهمم في محافظات المنوفية وسوهاج والأقصر تمهيدا لتعميمها في باقي محافظات الجمهورية. وتأتي مبادرة خطى ضمن عدد من المشروعات الخدمية التي قدمتها مؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين الأولى بالرعاية ماديا وطبيا واجتماعيا منذ انطلاق المشروع القومي لحياة كريمة عام 2019. منذ انطلاقها عام 2019 لم تتوقف المبادرة الرئاسية حياة كريمة عند إقامة المشروعات التنموية، بل امتدت أنشطتها لتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. آخر المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير كراسي متحركة عادية وكهربائية لذوي الهمم في محافظات المنوفية سوهاج والأقصر كمرحلة أولى، على أن تمتد تباعا لباقي المحافظات. وعلى هامش مبادرة خطى وزعت حياة كريمة 2000 صندوق مواد غذائية داخل مركز شبين الكوم بالمنوفية. ومن أهم المشروعات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة خلال العام الماضي مبادرة أنت الحياة لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية في المحافظات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي. وقدمت مبادرة أنت الحياة خدمات لنحو 200,000 مواطن في المحافظات، بدأت بالقوافل الطبية وملتقيات التوظيف مرورا بالأنشطة الخدمية من امتحانات محو الأمية واستخراج بطاقات الرقم القومي. ولم تقتصر فعاليات أنت الحياة على النواحي الخدمية فقط، بل تضمنت فعاليات ترفيهية للأطفال وورش عمل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية ومسارح العرائس ومعارض الكتاب، إلى جانب الأنشطة التوعوية المتعلقة بالأم والأسرة والطفل، فضلا عن سداد ديون الغارمين. ومن ثمار التعاون البناء بين حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خرجت مبادرة 600,000 باب رزق بهدف دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء. وقد تم تحديد الفئات المستحقة عن طريق البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروعات، وجرى تسليم المشروعات للأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة كاملة التراخيص، مع تقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام.
ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الصيف الجاري، أطلقت حياة كريمة مبادرة سقيا لمواجهة الجو الحار والرطوبة عبر توزيع المياه على المواطنين وأصحاب الحرف والباعة في الشوارع. وعلى مدار العام الماضي عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ برامج تدريب لتأهيل الشباب لملتقيات التوظيف التي نظمتها بالمحافظات تحت عنوان فرصة حياة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب. أدى طلاب الثانوية العامة الدور الثاني امتحان مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعب الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، فيما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم. وأكدت وزارة التعليم أن اللجان تسير بانضباط، مشيرة إلى أن المدارس حرصت على توفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب أثناء عقد الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش. أعلنت وزارة الإسكان أنه جاري حاليا الإعداد لطرح المرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات. وأشارت الوزارة إلى أن الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج وتلبية لرغباتهم في تملك مسكنهم الخاص وربطهم بوطنهم الأمة. وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار أن المرحلة التاسعة ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة ب14 مدينة جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع. أكد وزير الري هاني سويلم أهمية تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الإفريقية للحفاظ على الصحة العامة وصيانة النظام البيئي والتنوع البيولوجي. وخلال مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، أشار وزير البيئة إلى أنه على الرغم من تمتع قارة إفريقيا بموارد وفيرة من المياه عذبة، إلا أن التقدم نحو تحقيق الأهداف القارية والعالمية فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي غير كافي. وأضاف أن أكثر من 800 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون لخدمات الصرف الصحي، وحوالي 430 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي يسعى لتحقيق التغطية الشاملة بنسبة 100% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام 2030 كجزء من أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي. وأكد مركز المعلومات أنه يسعى بالتعاون مع شركة مايكروسوفت إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإبراز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز، مما يخدم الباحثين إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذي القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل. عقد وزير الصحة خالد عبد الغفار اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني الصحي بالكامل. وأكد عبد الغفار على ضرورة الانتهاء من تعديل المناهج التعليمية وتطويرها بالتزامن مع بدء الدراسة للعام الجاري في شهر سبتمبر 2023، فضلا عن سرعة الانتهاء من تطوير البرامج الخاصة بتدريب المدربين وتأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين على التدريس وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة، وذلك بالتعاون والاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة وخارجها. ووجه وزير الصحة بدراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميا وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة وخارجها وتأهيلهم لسوق العمل.
أكدت وزيرة الهجرة سهى جندي أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بالمبادرة الرئاسية إحياء الجذور كان نتاجا للعلاقات الطيبة على مدار التاريخ، خاصة في ظل الدعم الذي تحظى به من السادة رؤساء الدول الثلاثة، وإعادة تأكيدهم على أهمية هذا الملف خلال القمة الرئاسية الأخيرة. وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للمغتربين في قبرص إلى أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التقارب بين الشعوب وإظهار الوجه الحضري والصورة الحقيقية للدولة المصرية في حرصها على تعزيز التعاون مع دول المتوسط ذات القواسم المشتركة، خاصة في مجال المغتربين. وصرحت الوزيرة بأن مشاركة هذا العام تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لتحقيق التقارب بين الشعوب وإظهار الوجه الحضري والصورة الحقيقية للدولة المصرية في حرصها على تعزيز التعاون مع دول المتوسط ذات القواسم المشتركة، خاصة في مجال المغتربين. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى حتى 26 من أغسطس الجاري. المزيد من التفاصيل نتعرف عليها من مدينة العالمين مع شرمندا الدسوقي مراسلة دي أم سي. شرمندا، أرحب بك وأسألك عن فعاليات اليوم من المهرجان. نعم، تحياتي لك إيمان ولكافة مشاهدي دي أم سي الكرام في كل مكان. لقد بدأ العد التنازلي لختام مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي شهد العديد والعديد من الفعاليات التي جمعت فعالياته على مدار جميع أيامه بين الترفيه والفن والثقافة والرياضة. كما تستقبل مدينة العالمين غدا الخميس 24 أغسطس مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية تحت شعار 60 عام دراما رئاسة الفنان يحيى الفخراني. وتعتبر هذه الدورة نسخة استثنائية ليست فقط لإقامتها داخل مدينة العالمين الجديدة، ولكنها احتفالا بمرور 60 عام على إذاعة أول عمل درامي مصري. بدأت مدينة العالمين الاستعداد على قدم وساق لاستقبال هذا المهرجان من أمس تقريبا باستعداد للمسرح الذي يقام فيه هذا المهرجان، وأيضا إقامة المزيد والمزيد من الاستعدادات لهذا المهرجان. هذا المهرجان بيتكون من لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير جمال عبد الحميد، وتتكون أعضاؤه من الفنان والنجم الكبير كريم عبد العزيز والناقد الفني طارق الشناوي. كما توجد أيضا داخل لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين. والجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت تقارن في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدراما، وفي النسخة الثانية تعتبر جزء وعضو من لجان التحكيم. من مفاجآت هذا المهرجان أيضا أن يحيي حفل المهرجان الفنان تامر حسني وإقام أعمال الفاير ووركس واللايتنج الفنان أحمد عصام، مستغلا فيه جمال وطبيعة سحر مدينة العالمين والأبراج الشاطئية لمدينة العالمين. بدأ بالفعل الاستعداد كما ذكرنا إيمان لهذه الفعالية منذ أمس، وبدأت الاستعداد أيضا للمكان، ويستعد جميع جمهور مدينة العالمين لحضور هذا المهرجان والاهتمام به، خاصة أنه يجمع بين الترفيه والفن داخل مدينة العالمين. نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة على شاشة دي أم سي غدا لهذا المهرجان. إليك إيمان. شكرا جزيلا شرمندا الدسوقي مراسلة دي أم سي. ختام نشرة الأخبار، شكرا لكرم المتابعة.